ضمن مبادرة استراتيجية بناء الوعي وأثر استقلال الدول 2021، نظمت وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حوارا مفتوحا مع الدعاة والأئمة لرفع الوعي لديهم بأهم القضايا التي تحاك بالأوطان وكيفية مواجهتها. تعاون جديد بناء ومثمر بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من خلال مبادرة استراتيجية بناء الشخصية والوعي، والتي تخطو أولى خطواتها بتنظيم لقاء مفتوح مع الدعاة والآئمة من مصر والسودان بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الدعاة. النهاردة طبعا بمناسبة زيارة وفد سوداني كبير لمصر، فكان في لقاء مع خطباء المساجد ومع رجال الدعوة السودانيين، وكان لقاء مثمر جدا. يمكن تحدثنا معهم في المبادرة فكرة قضية الأديان والأوطان، يعني وهناك من حاول في فترة من الفترات أن يقول الأديان من يحب دينه وكأنه عدو الوطن، لا، من يحب دينه أيضا يحب وطنه ويقدس الأرض ويقدس العالم ويقدس النشيد، وبيبقى مدافع قوي في ظهر بلده. عندما يكون هناك وحدة فهم في الأمور سواء الحياتية أو السياسية أو الدينية أو القانونية، أعتقد البشرية كلها تكون في منعة وفي حصانة من الوقوع في براثن جماعات الضلال والإرهاب والتطرف. محاور المبادرة والتي تتخطى 20 محورا كان على رأسها خلال الندوة الشائعات ومواجهة الإرهاب والأديان وبناء الأوطان. إن الفتن التي تحيق بالبلاد والعباد هي كثيرة، ولا بد للسادة الأئمة والدعاة أن تكون لديهم القدرة على مواجهة هذه الفتن وعلى معرفتها، ومن هنا يتأتى مثل هذه الندوات التي تبرز هذه الفتن أو تكشف عن وجهها الحقيقي أمام الناس حتى يعرفها السادة الدعاة ويستطيعون مواجهتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل مرة يتخول أصحابه من موعظة مخافة السآمة، ويرشدهم صلى الله عليه وسلم في نواحي الحياة، فهذا التجديد وهذه الدورات لها فضل كبير في تأهيل الأئمة والدعاة، والشكر لدولة مصر الشقيقة لاهتمامها بهذا المبنى وبإنشاء هذه الأكاديمية. هذا ويسعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الأوقاف إلى التوسع في تنظيم ندوات ودورات تدريبية لتناول أهم القضايا المطروحة على الساحة وبناء الفكر المستنير. خلق حالة من الوعي بالواقع والتحديات وصولا إلى حالة من الرشاد الفكري، استراتيجية جديدة للوصول إلى الوعي المجتمعي السليم والفكر المستنير والتصدي للشائعات والإرهاب والتطرف، فمقاصد الأديان لا تتعارض مع مصالح الأوطان. من الأكاديمية الوطنية للتدريب، أحمد سعد الدين، النيل.